إبراهيم سعدون معلقا على الحكم عليه بالإعدام، يوم سعيد أريد بيتزا. وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام روسيا أن رد فعل الطالب المغربي إبراهيم سعدون كان عاطفيا أثناء الحكم عليه بالإعدام، على عكس البريطانيين شون بينر وإيدن أسلين اللذان تصرفا بهدوء في قاعة المحكمة العليا بجمهورية دونيتسك الانفصالية. إبراهيم أجاب بابتسامة على أسئلة الصحفيين حول مصيره في المستقبل، فكان أول ما قال حول حكم الإعدام الذي صدر في حقه يوم سعيد بالإنجليزية، كما يتضح في مقطع فيديو من قاعة المحكمة. وعندما سأله أحد الصحفيين عن وجبته الأخيرة قبل تنفيذ الحكم، قال سعدون أريد بيتزا، فكان الجواب مصحوبا بابتسامة متوترة. وتمت إدانة المتهمين الثلاث بالارتزاق والاستيلاء القسري على السلطة وارتكاب جريمة من قبل مجموعة من الأشخاص وخضوعهم للتدريب لهذا الغرض والقيام بأنشطة إرهابية. وأفادت مصادر من سفارة المملكة بكييف أن إبراهيم سعدون الذي التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته يوجد حاليا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب. وحسب المصادر ذاتها فإن سعدون ألقي عليه القبض وهو يرتدي زي الجيش الأوكراني بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية. هذا وكانت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الغير معترف بها قد قضت الخميس 9 يونيو 2022 بإعدام الطالب المغربي المقيم في أوكرانيا لتورطه في تهم ارتكاب جرائم حرب وإرهاب على أراضي الكيان المنفصل حديثا عن دولة أوكرانيا. ومن جهة أخرى، دخلت وزارة الخارجية المغربية مساء أمس الاثنين على خط قضية الحكم بالإعدام على الطالب المغربي إبراهيم سعدون، مبرزة أن المعنية بالأمر تم إلقاء القبض عليه وهو يرتدي اللباس العسكري للجيش الأوكراني. وأوضحت الخارجية أن الطالب أكد في تصريحاته أنه التحق بالجيش الأوكراني بمحض إرادته، مشيرة إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، وهي المعلومات التي أكدها والده. بيان الخارجية لم يأتي بالكثير من المعطيات، كما أنه اكتفى بنفس المعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام الدولية والوطنية، الأمر الذي يجعل إمكانية التدخل لإنقاذ سعدون من طرف السلطات المغربية أمرا غير واضح المعالم بعد، أو ربما عملية التدخل لإنقاذه قائمة لكن دون الكشف عن ذلك في الوقت الراهن. وفي هذا الصدد أورد المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية محمد شقير أن الواقع معقدة بالنظر إلى سياق الحرب والتوتر الحاصل بتلك المنطقة، مبرزا أن بيان وزارة الخارجية حول فقط تحديد إطار الصورة الحقيقية للقضية. وأشار المحلل السياسي إلى أن تقديم البيان بتلك الطريقة راجع للصعوبات التي تجدها السلطات المغربية عقبة في دفاعها عن سعدون، مؤكدا على أن المغرب وبالرغم من كون المعني بالأمر يحمل جنسية أوكرانية لن يتخلى عن الطالب لأنه يظل مواطنا مغربيا أيضا. وسجل المتحدث أن الصعوبات التي تواجه المغرب للتدخل في قضية الطالب المغربي تكمن في المعطيات نفسها التي قدمها البيان، وعلى رأسها أن سعدون تم القبض عليه مرتديا زيا عسكريا وسجن في منطقة لا تعترف بها الأمم المتحدة ولا المغرب، بالإضافة إلى اعترافه بالتحاقه بالجيش الأوكراني بمحض إرادته. وأوضح شقير أن السلطات المغربية بالرغم من التحديات وسياق القضية تلجأ لقنوات غير رسمية لحل القضية من خلال جمعية الصداقة الروسية المغربية وربما قنوات أخرى، لكن الأمر ليس بالسهل ويتطلب الكثير من الوقت، مؤكدا لا أظن أن المغرب سيتخلى عن مواطنه وسيتدخل مباشرة لدى السلطات الروسية إن اقتضى الحال بحسب تعبيره. ومن جهة أخرى، هذه هي تحركات حكومة بريطانيا لإنقاذ مواطنيها من الإعدام،
وأصدقاء سعدون يأملون في تدخلها لصالح الطالب المغربي أيضا. كشف الوزير البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية أن الحكومة منخرطة بشكل كامل مع السلطات الأوكرانية لمحاولة مساعدة البريطانيين المحكومين بالإعدام من طرف محكمة سورية موالية لروسيا. وكشف الوزير البريطاني أن المواطنين البريطانيين كانا مقاتلين قانونيين يخدمون مع القوات المسلحة الأوكرانية، مشددا على أن لهم كامل الحق في الاستفادة من حماية أسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف. ويأتي تحرك الحكومة البريطانية بعد خضوعها لضغوطات عدة من طرف نشطاء وفعاليات مجتمعية من أجل التدخل لإطلاق سراح المواطنين الذين صدر في حقهم حكم الإعدام يوم الخميس 9 يونيو الجاري. وفي مقابل ذلك يأمل عدد من المغاربة المقيمين في بريطانيا ومنهم أصدقاء الشاب إبراهيم سعدون أن يفلح تدخل الحكومة في تخليص هذا الأخير من حكم الإعدام الصادر في حقه أيضا. وفي هذا السياق قالت زينا كوتينكو صديقة إبراهيم سعدون التي تقطن في منزل جديد في شمال إنجلترا بعد فرارها من أوكرانيا عقب الغزو الروسي، أن على المملكة المتحدة أن تتدخل لصالح سعدون. وكشفت في تصريح لها أنها التقت لأول مرة بسعدون البالغ من العمر 21 سنة في العاصمة كييف، ووصفته بأنه شخص لطيف ومنفتح ومرح، وأكدت أن سعدون ليس من المرتزقة، مشددة على أن تم قبوله في الجيش الأوكراني بعد محاولات عديدة نظرا لأنه يعاني من نقص في الوزن. ومن جهته أكد ديمترو البالغ من العمر 20 سنة وهو صديق آخر لسعدون أن الأخير انضم إلى الجيش الأوكراني العام الماضي، مشيرا إلى أنه دشن حملة باستخدام وسم سيف إبراهيم على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ صديقه الذي يواجه حكما بالإعدام. وأفاد في تصريح لوكالة آي بي الأمريكية بأن سعدون رجل ذكي ومتحمس يحلم بتكنولوجيا المستقبل وتغيير الأشياء للأفضل. يذكر أن محكمة جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية كانت قد قضت يوم الخميس المنصرم بالحكم على الطالب المغربي إبراهيم سعدون بالإعدام ابتدائيا رميا بالرصاص، والأمر ذاته بالنسبة لمواطنين بريطانيين آخرين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن المعنيين بهذه الأحكام ألقي القبض عليهم في أبريل الماضي بعد قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة. وحسب ذات المصادر فإن مرحلة الاستئناف ستنطلق بعد شهر من الآن للبت في الأحكام سالفة الذكر.